السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناة عالم النحل الأبي. تحية لكم من الجزائر، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم هو الدرس 44 في القناة. سنتكلم في هذا الدرس عن طريقة وضع العاسلة، وكذلك في الجزء الثاني نتكلم عن تغذية النحل عند وضع العاسلة، هل نغذي أم لا، ما هي الحالات التي نغذي فيها، وما هي الحالات التي لا تطلب منا تغذية. نبدأ أولا طريقة وضع العاسلة للمبتدئين. عندما يلاحظ النحال أن هناك خلايا قوية فيها كثافة نحلية، يعني نحل ينتشر على كل الإطارات، كذلك ملاحظة أخرى تكون إطارات الحضنة كثيرة، ممكن فوق 5 إطارات أو 6 إطارات، حضنة مفتوحة مغلقة بيض، يبدأ النحل مباشرة بالتفكير في العاسلة. وطريقة وضع العاسلة هي طريقة سهلة جدا، لا تتطلب أي جهد أو أي تفكير، فقط يمكنك أن ترفع إطارين حضنة مغلقة بالنحل وتضعهم في العاسلة في مكان الإطارات المرفوعة، أي إطارات الحضنة، تضع شمع الأساس. لماذا شمع الأساس؟ يعني من الأحسن أنك تضع شمع أساس حتى يقوم النحل ببناء هذا الشمع، مما يستغرق وقت طويل وبالتالي تمنع التطريد، وكذلك الشمع الجديد يجلب الملكة وتضع فيه الكثير من البيض. موضع الإطارات، إطارات الأساس التي نضعها في صندوق التربية في مكان إطارات الحضنة، تكون بين الحضنة والحضنة، ومن الأحسن تكون حضنة مغلقة. يعني إذا عندك في الوسط إطارين حضنة مغلقة تضع بينهم إطار شمع أساس، وكذلك الإطار الثاني تضعه بين الحضنة والحضنة. وإذا لا يوجد لديك إطارات شمع أساس تضع الممطوطة، ومن الأحسن أن النحال يضع إطارات شمع أساس. بعد رفعنا لإطارين حضنة مغلقة بالنحل إلى العاسلة، نضع العاسلة مباشرة دون حاجز الملكات. حاجز الملكات نستعمله بعد 15 يوم أو 20 يوم من وضع العاسلة. مهمة حاجز الملكات هو عبارة عن شباك يسمح بمرور العاملات فقط ولا يسمح بمرور الذكور وكذلك الملكة، لتجنب صعود الملكة إلى الأعلى وكذلك الذكور نقوم بوضع الحاجز. أما إذا شاهدنا أن هناك خلايا ملكاتها لا تصعد للعاسلة فلا نضع الحاجز. هذا هو دور الحاجز، هو فصل الملكة والذكور عن العاسلة. قلت بعدما نضع إطارين حضنة مغلقة بالنحل نقوم بملء العاسلة، يعني تدريجيا نضع فيها إطارين من اليمين وإطارين من اليسار، والحضنة تكون في الوسط. وعندما يبني النحل هذه الإطارات الجديدة في العاسلة نقوم بإضافة إطارات أخرى، سواء تضع في العاسلة شمع أساس أو ممطوط، هو العاسل يعني شمع الأساس من الأحسن نضعه في صندوق التربية كما ذكرنا سابقا، والشمع الممطوط نضعه في العاسلة. شمع الأساس في صندوق تربية والشمع الممطوط في العاسلة. لماذا شمع الممطوط في العاسلة؟ هذا إذا كان النحل يملك شمع ممطوط أحسن يضعه في العاسلة. لماذا؟ لأن النحل يستهلك الكثير من الرحيق وكذلك التغذية لكي يبني هذه الإطارات. عندما تقدم له إطارات ممطوطة، الإطارات هذه تكون يعني إطارات جيدة، تضعها في العاسلة، النحل يخزن مباشرة الرحيق، يعني الكمية التي كان سيبني بها يقوم بتخزينها في هذه الإطارات الممطوطة أو المبنية.
ثم بعدما نضع إطارات مبطوطة أو أساس نغلق على الخلية من الأعلى بالأغطية، هذا إذا كانت المنطقة معتدلة الجو. أما إذا رأى النحال أن منطقته باردة خاصة في الليل يقوم بتغطية العسلة من الأعلى بكيس بلاستيكي أو قطعة قماش أو الخيش، المهم مادة لا تسمح بمرور الهواء البارد إلى العسلة. هذا في حالة ما إذا كانت المنطقة فيها برودة، يعني نحن نرى يعني خاصة هذا العام والعام السابق برودة شديدة في الليل حتى في الشهر الرابع، ممكن حتى الشهر الخامس إن شاء الله تكون الأسابيع الأولى تكون باردة. إذا لتجنب نزول أو لتجنب موت الحضنة نضع تغطية من الأعلى، وهكذا يصعد النحل وينزل بين صندوق التربية والعاسلة بسهولة. هذا طريقة وضع العاسلة. قلنا إذا كان لديك خلايا ملكاتها يعني تصعد للعاسلة، وهي معظم الملكات تصعد للعاسلة لأن هناك تهوية وكذلك الإطارات تكون إطارات جيدة ينظفها النحل، فالملكة تهرب من الضغط الذي هو في صندوق التربية وتصعد إلى الأعلى، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة فهي تذهب مباشرة للعاسلة. يعني معظم الخلايا خلايا النحل ملكاتها تصعد إلى العاسلة. بعد 15 يوم أو 20 يوم من وضع العاسلة والنحل يبني كل إطارة الأساس، أو إذا وضعت إطارة ممطوطة النحل يخزن الرحيق، يعني يملأ جزء كبير من هذه الإطارات، ممكن يملأها بنسبة 80% أو 90%. الملكة حتى ولو تصعد لا تجد مكان أين تضع البيض. هذا في حال ما إذا وضع النحل إطارة ممطوطة وبدأ النحل بجمع الرحيق في هذه الإطارات. أما إذا رأى النحل مشاكل في العاسلة يعني صعود الملكة للأعلى، يقوم مباشرة بعدما يبني النحل الإطارات وتضع الملكة البيض وتقوى الخلية جيدا، يقوم بإنزال الملكة إذا كانت يعني واضحة في الإطار، أو ينفض النحل. يعني إذا رأى الملكة ينزلها مباشرة للأسفل، ممكن ينزل إطار كاملا أو ينفضها يعني بهدوء، حتى يعني هدوء بنفض هادئ أو خفيف جدا كي تسقط الملكة، يضع الحاجز ثم يرجع العاسلة. بعدما يضع الحاجز العاسلة تبقى فيها حضنة مغلقة، وممكن يعني من الأحسن الحضنة المفتوحة والبيض ينزله إلى صندوق التربية ويعيد رفع إطارات حضنة مرة ثانية. إذا كانت الحضنة المفتوحة بنسبة كبيرة في العاسلة ينزلها لصندوق التربية هي والبيض، ويرفع مكانها من صندوق التربية حضنة مغلقة مرة ثانية. احنا في الأول وضعنا العاسلة بإطارين حضنة، ولكن هذه المرة إذا وجدنا أن العاسلة بعدما باضت فيها الملكة لأننا لم نضع الحاجز في العشرين يوم الأولى أو 15 يوم لم نضع الحاجز، يقوم النحال بإنزال البيض وكذلك اليرقات يعني الحضنة المفتوحة، ويرفع إطارات حضنة حتى لو كانت 4 إطارات أو 5 إطارات يرفع إطار حضنة. الملكة في صندوق التربية يدخن يضع الحاجز ثم يضع العاسلة ويترك هذه الحضنة تخرج، ممكن بعد أسبوع 10 أيام تخرج هذه الحضنة، فيبدأ النحل بالعمل على تخزين الرحيق في هذه الإطارات الموجودة في العاسلة ولا تصعد الملكة، وبالتالي تمتلئ هذه العاسلة مع خروج النحل الحاضن الذي كذلك ينزل إلى الأسفل، وتبدأ حركة النحل في الانتظام. يعني النحل الحاضن ينزل، النحل العاملات أو الشغالات تصعد إلى العاسلة لتخزين الرحيق لأن البيض واليرقات في الأسفل، وبالتالي الملكة في الأسفل، النحل الحاضن ينزل الأسفل، تبقى فقط النحل السارح الذي يجلب
ويعتني بالإطارات، وكذلك يقوم بتبريد العسل خاصة في بداية أو في منتصف موسم الفيض أي تدفق الرحيق. ثم بعدما يرى النحال أن العاسلة امتلأت بالعسل حتى ولو لم يكن مختوم، يقوم بنزع الحاجز ويترك النحل يعني يصعد وينزل براحته أو بحرية. إضافة العاسلة الثانية تكون مباشرة فوق العاسلة الأولى بنفس الطريقة. أنا نفضل أن الأحسن يرفع النحال كذلك حضنة مغلقة من أسفل من صندوق تربة، يضع شمع أساس ويضعه في العاسلة الثانية، أو يقوم يعني بطريقة سهلة وهي يعني هذه الطريقة أنا أحبها كثيرا، وهي تقوم بفرز العسل الذي في العاسلة وترجع الإطارات حتى لا ترهق النحل، خاصة في المناطق التي يكون فيها مرعى ناقص ورحيق قليل جدا. يقوم بفرز العاسلة ويرجع الإطارات، إطارات العاسلة يعني يفرزهم من العسل ويرجعهم للعاسلة، وبالتالي النحل يقوم بأكل هذا العسل الباقي في العيون السداسية مما يكسبه طاقة كبيرة، ويبدأ ويعيد نشاطه من الصفر، وبالتالي يستفيد النحال من العسل في فترة قصيرة جدا. هذا فيما يخص وضع العاسلة الحاجز الملكي. نأتي الآن متى نغذي النحل عندما نضع العاسلة. تغذية النحل عند وضع العاسلات ليست ضرورية على كل المناطق، هناك مناطق فيها رحيق يعني بنسب كبيرة جدا، وبالتالي النحل لا يلجأ للتغذية، وهناك مناطق تكون نوعا ما باردة مما يسبب خلل في الأزهار أو في فرز الرحيق من طرف الأزهار، الرحيق يكون قليل جدا أو شبه منعدم بسبب الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة، وهذا ما نلاحظه في هذه الأيام. هنا النحل لا يبني الشمع، في هذه الحالة يتدخل النحال لأن لديه عاسلة بإطارات شمع أساس، يقوم بالتغذية حتى يبني النحل تقريبا معظم الإطارات يعني حوالي 80% أو 75% من الإطارات، بعد ذلك يوقف التغذية. هذا في المناطق التي يرى أن النحال أن منطقته باردة والنحل لا يبني يقوم بالتغذية. أما باقي المناطق التي يكون فيها رحيق بنسب كبيرة في الطبيعة والنحل يبني بدون تغذية، لا يقوم بالتغذية أو لا يعطي التغذية للنحل. كذلك النحال الذي يضع في العاسلة إطارات ممطوطة لا يغذي، لأن الإطارات مبنية يعني وليست شمع أساس، هذا يعني واضح في هذه الحالة. حتى ولو كانت المنطقة باردة فمن الأحسن على النحال عدم تغذية النحل، لأن إطارات العاسلة هي إطارات ممطوطة مبنية. هذا كان الدرس الرابع والأربعون في القناة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة إن أعجبتكم. إلى اللقاء في درس آخر أو في فيديو آخر إن شاء الله.